لأكثر من 80 يوما لم يترك كلب في الصين المكان الذي توفي فيه صاحبه في منطقة هوهي هوت. الكلب فقد صاحبه في 21 من أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين لا زال ينتظره في نفس المكان. يتم إطعام هذا الكلب من قبل السائقين، لكنه في حالة خوف ولا يسمح لأحد بالاقتراب منه. مقطع فيديو لهذا الكلب الوفي حصل على نسبة مشاهدات قياسية في مواقع التواصل على شبكة الانترنت، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بوفاء الكلب وقلقهم على مصيره.